بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور ناجي عبد الجبار، سأتحدث في هذا اللقاء عن قوانين الصف أو قوانين الفصل. هذه القوانين المفروض أن يقوم المعلم أو تقوم المعلمة بالاتفاق مع المتعلمين، يتفقون معا على أنظمة الصف، يتفقون معا على قوانين الصف حتى يلتزم بها المتعلمون والمتعلمات. حينما يشعر المتعلم أنه شارك في وضع هذه الأنظمة، شارك في وضع هذه القوانين، ليس سهلا أن يخرق هذه القوانين. هو شارك بوضعها، إذن من السهل عليه أن يلتزم بها وأن يطبقها. من هذه القوانين التي لابد للمعلمة أو المعلم أن يتفق مع المتعلمين عليها، أولا يتفق جميعا على أن نرفع أيدينا قبل الكلام. هذا قانون أساسي ومهم لابد أن نتفق عليه، ويكتب ويلصق في مكان معين. ثانيا نتفق على أن يحترم بعضنا بعضا، كل من في الصف، كل من في الفصل لابد أن يحترموا بعضهم بعضا. لابد أن نتفق على اتباع التعليمات باستمرار. الجميع لن ينقض التعليمات، الجميع سيتبع التعليمات، وكل طالب وكل طالبة لا يستعمل الهاتف أو الخلوي أو اللابتوب أو الآيباد أو غيرها من الوسائل التكنولوجية إلا بإذن من المعلمة أو المعلم. يتفق جميعا على أن كل طالب وكل متعلم يقوم بالواجبات الصفية في الوقت المناسب، وكل طالب وكل متعلم وكل طالبة يحضر الواجبات البيتية في الوقت المناسب. يتفقون أيضا على عدم جواز استعمال الألفاظ البذيئة في داخل الفصل أو الصف. الألفاظ البذيئة لا يجوز استعمالها مطلقا، ولا يجوز استعمال الأيدي والأرجل لإيذاء الآخرين. يتفقون أيضا على ضرورة إحضار اللوازم المدرسية والقرطاسية في الوقت المناسب. يتفقون على المحافظة على نظافة الصف وعلى نظافة الفصل، والمحافظة على الاحترام والنظام العام. إذن يمكن أن تختصر هذه الأنظمة وهذه القوانين في 5 أو 6 أنظمة تكتب ويتفق عليها، وحينما يخالف الطالب أو تخالف الطالب هذه التعليمات، رأساً تقوم المعلمة أو يقوم المعلم بتذكير الطالب وينظر إلى التعليمات والأنظمة الملصقة والتي تم الاتفاق عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.